أهلا ملاك، شكرا على التنشيط الذي تقوم به بشكل أسبوعي. شكرا للكوتش خالد أنه أدى لنا عرض الفكرة لكي يوصل فكرتنا لكل شركائنا الحاضرين في هذا الزوم. طبعا نحن من القاهرة من مصر، قد أنهينا اليوم المعسكر التدريبي وكان خلال يومين، يوم الجمعة والسبت. الحمد لله مر في أجواء قوية جدا، كان أكثر من 200 شخص يتدرب كيف يطور مشروع الأحلام معنا، كلهم قادة، كلهم مشروع مليونير قد تخرجوا خلال هذين اليومين ولله الحمد. لذلك حقيقة أنا اليوم لست لوحدي، إنما كما ترون معي طاقم الخدمة الانسيرفيس الذي قاموا بكل هذا العمل، والحمد لله نحن في ميتينج واجتماع لكي نقيم أعمالنا ونقيم استراتيجية لسوق مصر وكيف نطوره بشكل كبير جدا. فأنا سعيد أننا الحمد لله نتطور بسرعة، الفكرة مقبولة خصوصا هنا في مصر بشكل كبير، بداية انتشار الشركة في مصر في سوق مصر سوف يبدأ بشكل قوي جدا. أتمنى كذلك في أسواق أخرى وفي بلدان أخرى أن تنتشر الشركة بقوة، لأننا في المرحلة الأولى والفوج الأول، فالكل سوف يكون مستفيد بشكل كبير جدا. وأشكر كل نعم. شركائنا في أنحاء بلادي العالم صار اللي كانوا الجمع بلادي. يتابعوننا عن كتب، وأشكر الحاضرين الآن في هذا الإيفنت الذين يتعرفون على البزنس لأول مرة. أقول لكم أنكم فعلا يجب أن تعطوا الوقت لأنفسكم أن تتعرفوا على من نحن وماذا نفعل. طبعا أنا سوف أترككم مع أحد قادتنا الكبار في مصر والذين طوروا البزنس معنا لمدة سنة ونصف تقريبا، ولها الفضل في تطوير البزنس، وكل الفريق في مصر هو فريقها، فأنا أتمنى أن تسمعوا منها مباشرة كلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة مبسوطين وفرحانين، فرحانين بنجاحنا، فرحانين بالإيفنت وبالمعسكر وبنجاحه، فرحانين بوجود مصدر أمين حفيظ معانا في مصر، وده كان حلم من الأحلام والحمد لله الحلم ده اتحقق. فأنا بسأل الله العظيم إن شاء الله يحقق لكل شخص معانا موجود في الزوم وموجود معانا في أي مكان عنده حلم إنه يحققه، زي ما أنا موجودة هنا معاكم حققت حلمي، حققت حلمي إن أنا أوصل للفريق ده وللنجاح ده والمعسكر القوي العظيم اللي نجح معانا. الحمد لله نشكر مستر أمين، ويعني الحمد لله إن هو معانا في وسطنا، ده حاجة كبيرة وحاجة عظيمة بصراحة، مش أي كلام اللي يعبر عن شعورنا بالفرحة وعن نجاحنا اللي إحنا وصلنا ليه، حاجة عظيمة الحمد لله رب العالمين. هديكم بقى الأستاذ رأفت عشان بصراحة مش قادرة أقول أي كلام يعبر عن الفرحة اللي جوانا وعن النجاح اللي احنا نجحناه في المعسكر وجود المستر امين معانا، بس ده يعني ده اكبر حلم واكبر نجاح الحمد لله ان انا وصلت له. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله من مصر الحبيبه. الحمد لله احنا ربنا وفقنا في المعسكر من جميع المحافظات، والحمد لله الشركة بدأت تنتشر بطريقة كبيرة في مصر، وأي انتشار في مصر إن شاء الله هينعكس على العالم كله. وبنقول لكل الشركاء الحاضرين واللي لسه ما سجلوش معنا، سارعوا بالتسجيل معنا علشان الوقت قصير، واللي مش هيسجل معنا هيخسر كتير قوي. شكرا لكم. ماشي، تحققوا حلمكم معنا. منظر محمد عام. ومعنا طبعا ليدر كبير كبير جدا في مصر، وهو من الأشخاص اللي التحقوا بنا خلال 3 أشهر تقريبا، فعلا حقق نتائج كبيرة وأرباح كبيرة، إنه يربح كثيرا في هذا البزنس. فخليكم مع الكوتش محمد عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ طبعا إحنا في عرس النهاردة حقيقي، وفي احتفال قوي جدا، وحقيقي الأجواء كلها طاقة وكلها إيجابية وكلها نتائج. كان المفروض العدد اللي كنا محددينه المعسكر كان أقل بكتير من العدد اللي جه. والشيء الجميل يا جماعة بصراحة أن حرفيا المعسكر كان فيه تفاعل قوي جدا، وكان فيه مصداقية قوية جدا. معرفش حضراتكم سمعت أو
ايه طبعا حضراتكم عارفين ان انا دخلت الشركه يمكن فعليا من حوالي شهرين ونص.